بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها، امين. يسعدنا ان نبدا معكم الكورس الخامس من سلسله الكورسات اللي بتدور حول نفس الموضوع، تاريخ الفكر الكريستولوجي بين الأرثوذكس والخلقدونيين. ومما يسعدنا أكتر النهاردة الحقيقة أن يكون بترتيب إلهي الحقيقة اليوم اللي هنبدأ فيه الكورس الخامس يكون تذكار نياحة البابا ديوسكوروس بطل الأرثوذكسية العظيم. فشيء يدعو للتفاؤل والفرح لأن هو بطل الموضوع كله الحقيقة. تناولنا الموضوع بالتفصيل بقدر الإمكان من البدايات ومررنا بمراحل كثيرة ما قبل المجمع المسكوني الثالث وما قيل وما أشيع بخصوص مصالحة 433، وتكلمنا عنها بالتفصيل وتدرجت الأحداث أو تصاعدت الأحداث لمجمع القسطنطينية المكاني سنة 448 ومجمع أفسس المسكوني سنة 449، ثم بدأت فصول أخرى تتجه في اتجاه آخر استكاتفت قوى الشر، وخصوصا بعد موت الملك سؤدوسيوس واجتمع كل الهراطقة الذين حكم عليهم في مجمع أفسس بأدلة مثبتة وقادوا المجمع غير الشرعي الذي انعقد في خلقدونية سنة 451 واللي كان مجمع شؤم للكنيسة، كان سبب انقسام في الكنيسة بل أيضا انقسامات في المملكة والإمبراطورية، حتى كان ليه دور في تلاشي الإمبراطورية الرومانية نفسها. وشرحنا كيف عانى أباؤنا الأرثوذكس في سبيل الحفاظ على الإيمان معاناة شديدة ربما كانت أشد قسوة مما عانته الكنيسة في أيام عصور الاضطهاد الوثني أيام دقلديانوس، لأن أيام الاضطهاد الوثني كانت المتاعب تأتي من الخارج، لكن للأسف صارت المتاعب بعد ذلك تأتي من الداخل. وهنا طبعا بنحط أمام أعيننا
بكل وضوح الصورة بتبقى واضحة ان الحرب اصلا مع الشيطان. تتغير الاحوال والظروف والبشر، لكن الشيطان هو هو، زي ما بيحارب القديسين في حروب يسارية وحروب يمينية، يحاربهم من براهم، يحاربهم من جواهم. وشفنا كيف تصاعدت الأمور، كان في مرحلة من التخبط، شوية هنا وشوية هنا، وقضت الكنيسة فترة شبه موحدة أرثوذكسيا حتى بعد خلق دنيا، ولا سيما في عصر الإمبراطور باسيليسكوس والإمبراطور زينون، وكان الفترة الذهبية في عصر الإمبراطور مين؟ نعم؟ أناستاسيوس. طب صحيين برضو فاكرين يعني، لغاية ما جه بعد أناستاسيوس جه جوستينيانوس، جه خاله الأول جوستين، وجه جوستينيانوس وكان غاوي بقى فلسفة ودراسة وبدأت الأمور تأخذ مجرى آخر، لأن حاول يوحد الكنيسة ولكن مصر على شرعية مجمع خلقدونيا وتحديداته الإيمانية. وطبعا الأباطرة دايما كان بيحكمهم المصالح السياسية، في مصالح ليهم مع الغرب، فكان طبعا يحبوا يرضوا الجانب الغربي. جه وقت الكراسي الرسولية بالكامل كانت متحدة فيما عدا كرسي روما، حاول يقابل القديس ساويرس الأنطاكي. أنا معلش بمر مرور سريع على الأحداث، بنستجمع مع بعض عشان يعني إيه بنعمل ريفريشمنت للمعلومات، لأن الموضوع طبعا كبير. راح في 500 حوالي 32 في الفترة دهيت، وطبعا ما قدروش يواجهوا قوة الحجة وثبات الإيمان في القديس ساويرس، فحكم عليه بمجمع محلي. والحقيقة تفاصيل اللقاء والمجمع ده مختفية، يعني لغاية دلوقتي ما عصرناش على تفاصيلها، او شخصيا ما عصرتش على تفاصيلها يعني، لكن حكموا على القديس ساويرس بالنسطورية والأوطاخية. والاثنين متضادين، لكن في الواقع لما هندخل في الأمور اللاهوتية شوية في الجانب اللاهوتي هنكتشف العكس، ان هما جمعوا بين النسطورية وبين الأوطاخية بالفعل، ولو ان أوطاخي يعني بيتذكر اسمه كده، أوطاخي لم يكن صاحب فكر ولا غيره بقى، بس بدأ اتسمت باسمه اللي ما ادعوا عليه.
لان نسطور قال ان في طبعتين واقنومين وفعلين ومشيئتين طبعا، وفي وحده خارجيه البروسوب، جه في خلق دنيا قالوا لا في طبعتين وفي مشيئتين وفعلين لكن في اقنوم واحد، وقالوا على الاقنوم الواحد ده ان نقصد بيه البروسوب. وانا شرحت لكم قبل كده ان النفس المعادلة هي ما قالوا نسطور بس بألفاظ مختلفة شوية. نسطور قال طبعتين، خلق الدنيا قالوا طبعتين، نسطور قال بروسوبن، هم قالوا اقنوم يقصدوا بالبروسوبن بروسوبن، نسطور قال اقنومين، هم قالوا فعلين ومشيئتين. الفعل والمشيئة تنسب للطبيعة ولا للاقنوم؟ الفعل والمشيئة بتنسب للطبيعة ولا للاقنوم؟ للاقنوم. فطالما بالمثنى يبقى فيه بالتالي ايه؟ اقنومين، يبقوا نسطرة. حصل تطوير بعد كده، لغوا ان اقنوم البشري خالص وبقى كأنه اقنوم الهي، فكأنهم هم الأبوليناريين وما ينسب لأطاخي. يعني دي مرور سريع على اللي فات، لكن بدأ يحصل حاجة خطيرة جدا من بداية خلق دنيا، لكن تعظمت جدا وبلغت ذروتها في عصر جستنيانوس. يعملوا ايه؟ شافوا ان كل النصوص الابائية حجج قوية في الجانب الارثوذكسي، زي ما وقف البابا ديسكورس في مجمع خلق دنيا قال لهم ان معايا اقوال ابائي اثناسيوس وكيرلس وغريغوريوس، اذ كنتم مش قابلينهم احرموني وابائي معا. فكل المستندات والنصوص والحجج الابائيه كانت دايما في صالح الايمان المستقيم الارثوذكسي. طب جستنيانوس دلوقتي وروما مش عايزين يتنازلوا عن مجمع خلق دنيا وما حصلوا عليه من مكاسب من خلال هذا المجمع، وبقى في اتهام صريح ليهم ان هم ضد البابا كيرلس، رغم ان هم يقولوا لا ده القديس كيرلس بنعترف بيه من اباء الكنيسة وايماننا ايمان كيرلس، لكن الواقع قوي ويقول غير كده. فبدأ في محاولات للتوفيق بين معتقداتهم، يركبوا اقوال كيرلس على ايه؟ عقيدتهم، من خلال التلاعب بالمصطلحات. لا ما هو لما قال طبيعة هنا كان يقصد، ما كانش يقصد طبيعة، لما قال اقنوم هنا ما كانش يقصد اقنوم، يقصد حاجة تاني. بدأوا يفسروا المصطلحات بطريقة تخدم فكرهم، وتطور الامر في هذا المجال. فاحنا في الكورس ده
احنا بدأنا من القرص الرابع كان عنوانه الأرثوذكس ونقاط الخلاف مع الخلقدونيين. هنستأنف الجزء الثاني في هذا الأمر، هيكون أيضا عنوان الكورس الخامس الأرثوذكس ونقاط الخلاف مع الخلقدونيين الجزء الثاني بقى، وهنمسك بالتفصيل شوية. خلي بالكو كنا يبدو للبعض ان بنتكلم بالتفصيل، لكن احنا برضو بنوجز بقدر الامكان، لكن في شيء من التفصيل. نقاط الخلاف، فاصبح دلوقتي في نقطة مهمة جدا جدا جدا، عشان لما نيجي نتفاهم مع اخواتنا اللي هم في الكنائس الخلقدونية. طبعا احنا الحاجات دي بندرسها مش عشان بنحارب بيها ولا يعني نتبارز بيها، لكن لا بالعكس، احنا عشان نبقى فاهمين ايماننا، وعشان اما نيجي نتكلم مع اخواتنا اللي يختلفوا معانا في الايمان نقدر نفهمهم ونقدر نشرح وجهة نظرنا ونفهمهم إيماننا. فإحنا من منطلق حبنا لإخواتنا المسيحيين المتفقين والمختلفين معنا أيضا بندرس هذه الدراسة أولا من أجل إيماننا، لأن من حقنا نكون عارفين إيماننا. ودايما بحب أكرر وأذكر ما قاله معلمنا بولس الرسول: إني عالم بمن آمنت. وده اللي شبهه السيد المسيح بالبيت المبني على الصخر، وبالتالي نكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا. فإحنا من منطلق إيماني ومن منطلق حب، طبعا في عوامل تاريخية كتير كتير وظروف سياسية صاحبت هذه الأحداث دلوقتي ملهاش وجود. فعشان كده لما بنجرد الخلافات دهيت من كل الملابسات والظروف السياسية والنفسية وما أحيط بالأمور الأخرى خارجة عن الإيمان، نجردها منها فنقدر نتكلم بموضوعية فيما يخص فعلا الإيمان بقلب مفتوح وبروح المحبة المسيحية الحقيقية. إن كنا بنذكر بعض الأحداث بمرارة، لكن برضو بنعتبرها فخر بآبائنا اللي جهدوا وثبتوا على الإيمان، ولكن ما بنحاسبش إخواتنا الآخرين الحاليين عن اللي حاصل، ولكن بنحاول نوضح حبا فيهم، زي ما كان دايما كنيستنا القبطية الأرثوذكسية ليها دور ريادي بتقود الدفاع عن الإيمان في العالم. فمفروض رسالة الكنيسة مستمرة بقلب مفتوح مملوء بالحب للآخرين. فنقطة مهمة في نقط الخلاف اللي هندرسها المصطلحات وتعريفاتها. هنمسك تعريفات الآباء من البداية للمصطلحات اللاهوتية، ولا سيما التي استخدمت في موضوع الكريستولوجي. وهذه المصطلحات بصفة خاصة الجوهر، الطبيعة، الأقنوم، البروسوبون، وهيجي بعد كده حاجات الاتحاد الطبيعي، الاتحاد الأقنومي،
وأمور أخرى ممكن تيجي في السكة. هنلاحظ وإحنا بندرس إزاي إن آباء كنيستنا استمروا باستقرار على تعريفات وعلى مفهومهم لتعريفات هذه المصطلحات على مر العصور. هنمسك من البداية لغاية القرن العشرين، وهنجيب أشهر الآباء عرفوا قالوا إيه. الكلام ده هناخده النهاردة بمعونة الله، وفي المرة القادمة هنمسك بقى إخواتنا الخلقدونيين بقى بدأوا زينا وبدأوا يتطوروا ويغيروا إزاي، ونشوف مين اللي غير ومين اللي عدل ومين الأول بمصادر أبائية من عندنا وبمصادر أيضا من كنائس الخلقدونية على اختلاف مذاهبها. كان قديما حصل خلاف بين الشرق والغرب في هذه المصطلحات أيام البابا أثناسيوس. الغرب كان بيستخدم تعبيرات معينة والشرق بيستخدم المصطلحات أخرى، فحصل اختلاف في المفاهيم. هنبدأ بالبابا أثناسيوس. المشكلة اللي حصلت في الاختلاف، البابا أثناسيوس حسمها في مجمع الإسكندرية اللي انعقد سنة 362، ومنذ هذا التاريخ الأمور بقت إيه؟ مستقرة. إيه المشكلة؟ كان في تعبير الهيبوستاسيس اللي هو الأقنوم يقابل في الغرب سابستانيا اللي هي جاية منها سابستانس، فكان هم يستخدموا الكلمة بتاعتهم دي بمعنى جوهر، لغاية دلوقتي زي نقول سابستانس، وهي كانت تشبه في التركيب اللغوي هيبوستاسيس، صب هيبو او ايبو استاسيس، يعني نفس الايه، في الشرق استخدموها بمعنى الاقنوم وفي الغرب استخدموها بمعنى الايه؟ الجوهر. كان تعبير الهيبوستاسيس يقابل السابستانيا في الغرب، لذلك رغم ان الوضع مختلف في الشرق الا ان القديس أثناسيوس استخدم كلمة هيبوستاسيس بمعنى سابستانيا لما كان يجي يتكلم عشان الغرب يفهموه. لو قال للثالوث سري هيبوستاسيس يعني ثلاث أقنومات، الله انت بتقول ثلاث جواهر، فبدأ يكلمهم باللغة بتاعتهم عشان ما يحصلش ايه؟ لبس. فاستخدم القديس أثناسيوس كلمة هيبوستاسيس بمعنى سابستانيا اللي هي جوهر، حتى لا يحدث لبس في الغرب أثناء مشكلة أريوس، إلا أنه عدل مرة أخرى عن استخدام المصطلح بهذا المفهوم ورجع للمفهوم الشرقي له مرة أخرى، وذلك بشهادة عالم خلقدوني يوناني. يعني الموضوع استقر عند الآباء عند البابا أثناسيوس سنة 362، بقى الهيبوستاسيس هيبوستاسيس والأسية أو الطبيعة طبيعة. فبيقول إيه؟
احد العلماء اللي هم الخلقدونيين بيقول على الرغم من صرامته، بيتكلم عن مين؟ على البابا أثناسيوس. على الرغم من صرامته وحزمه، لم يكن القديس أثناسيوس متصلبا، بل كان يعرف كيف يتدبر الأمر بتفهم وتسامح، اللي هو لما بدأ يكلمهم بلغتهم أو بالطريقة اللي يفهموها. ولكن عندما تخلص من الضغط السياسي الخطير، لما الأمور هديت بقى، عرض المشكلة بحذر ويقظة أكثر، وأعاد فحص الموقف كله، وعند إذ تحقق من قصور وعجز حججهم، وسعى لكي يجد لها علاجا. فإن المطابقة المشار إليها سابقا بين الاصطلاحين أوسية اللي هي الجوهر وهيبوستاسيس صارت مقبولة في الغرب بدون اعتراض، بدأوا يدركوها. ولكن في الشرق رأى كثير من اللاهوتيين أن فيها خطر البدعة السبيلية، وأدرك القديس أثناسيوس هذه الحيرة، وقام بحركة توفيق فعالة أثناء مجمع الإسكندرية عام 362، وقام بخطوة عودة إلى التسليم بالمبدأ الشرقي فيما يخص الثالوث، مع التفريق بين معنى الاصطلاحين أوسية وهيبوستاسيس، مع إضافة معنى طريقة الوجود الخاص بالكيان إلى الهيبوستاسيس. وهكذا فإن الله يكون من جوهر واحد، ولكنه يوجد في ثلاث أقانيم هيبوستاسيس أو أشخاص، وهذه الصيغة توسع فيها أكثر الآباء الكبادوقيون بعد ذلك. يعني رجع تاني، بدل ما يقول هيبوستاسيس يعني جوهر وكان هيبقى فيه هيبوستاسيس واحد، لا، قال كده هيدخلونا في مشكلة في بدعة سابيليوس، خلاص المشكلة بتاعت أريوس يعني الدنيا هديت. فبدأ تحديد واضح للمصطلحات، أوسية أوسية هي اللي جوهر، وهيبوستاسيس يعني ايه؟ أقنوم. فما نيجي نتكلم عن الثالوث، جوهر واحد وثلاث أقانيم. إذا موضوع المصطلحات نقصد بها ايه وما نقصدش بها ايه، اصبح الموضوع محسوم من ايام البابا أثناسيوس، وبشهادة مين؟ العلماء الخلقدونيين انفسهم. وبقول هنا نلاحظ رد صريح وشهادة من الخصم ضد الذين يدعون بأن أباء الإسكندرية استخدموا كلمة الأقنوم بمعنى الجوهر، كما أننا نجد تفسير الأقنوم بأنه الوجود الخاص بالكيان أو الجوهر، كما يعبر بعض الآباء بأنه الجوهر الخاص. في مصدر آخر برضو بيؤكد الولاعة بتحديد معاني الألفاظ دورا في المشدات، ففريق أعطى كلمة أقنوم معناها الحالي، وفريق أعطاها معنى الجوهر. فتولى أثناسيوس الكبير عام 362 تبديد الخلاف وتوضيح الاتفاق في صلب العقيدة، جوهر واحد للثالوث في ثلاث أقانيم شخصية متساوية في الجوهر. خلي بالكم النهاردة مش هناخد حواديت كتير، الحواديت بتاعت قبل كده مش هتبقى النهاردة ولا المرة الجاية، دخلنا في الجد، فلازم نكون في يقظة عشان ده هيترتب عليه بعد كده شروحات لاهوتية. هيبان اللي فاهم مش من اللي فاهم بقى بصحيح.
انا جاي عمال اجيب لكم شهادات من مراجع خلق دنية بتحسم الموضوع ان الابائنا استقروا الجوهر جوهر والاقنوم ايه اقنوم. برضو نفس في المرجع اسبيرو جبور في كتاب الله في اللاهوت المسيحي يقول استعمل المجمع المسكون الاول 325 الكلمتين كمترادفين وظل أثناسيوس الكبير على ذلك، الا انه في مجمع الاسكندريه 362 بدد الخلاف واوضح الاتفاق في صلب العقيده، جوهر واحد للثالوث في ثلاث اقانيم شخصيه لها الجوهر الواحد بعينه اللي هي هومو أوسيوس. يقول ان المجمع الاول المسكون استعمل اللفظتين كمترادفين، أوريجينوس هو اول من اطلق لفظة اقانيم على الثالوث واستعمل لفظة شخص، واطلق يوليوس روما المتوفي سنة 235 لفظة بروسوبون على الاب والابن، وترتليانوس استعمل لفظة شخص اللاتينية بيرسونا كثيرا. وفي مرجع تاني يقول كما أوضح القديس أثناسيوس أن فإن من أهم ما في الموضوع ليس هو كلمات أو مصطلحات محددة وردت في الكتب المقدسة بقدر ما هو المعاني التي تنقلها والحقائق التي تشير إليها هذه الكلمات والمصطلحات. يعني كان دايما البابا أثناسيوس يقول يهمني أوضح بقول إيه، عشان كده لما جه في فترة عشان الغرب ما يدخلوش في لبس استخدمها بس شرحها ان اقصد هنا ايه جوهر. لكن لما المشكلة انتهت فأصبح هيحصل لبس، فبقى في تحديد، في اكثر نضج، بقى الكنيسة يعني هضمت الموضوع وفهمته واستقر الامر، فبقى في تحديد اكثر دقة في استخدام المصطلحات. في طبعا انا بتكلم باسهاب شويه بعض الشيء عشان نبقى فاهمين معنى المصطلحات من مصادر مختلفه. فيقول البابا أثناسيوس مجمع نيقيا كان مصطلح اوسيه مصطلحا يونانيا يعني الوجود او الكينونه او الحقيقه الداخليه اللي هي الجوهر، وهو يقابل في المعنى المصطلح اللاتيني سابستانتيا. وكانت القاعدة الذهبية عند القديس أثناسيوس أن الكلمات والمصطلحات تختلف عند الحديث عن الله، أي عندما تحكمها طبيعة الله الفريدة عنها عند الحديث عن المخلوقات بطبيعتها الزائلة. ولذلك ميز أثناسيوس بين الأوسية الإلهي والأوسية عند المخلوقات، فتحدث عن الأوسية الإلهي بأنه يعني الكائن كما جاء في خروج 3 أو الجوهر غير المدرك والذي فوق كل إدراك، وأنه الكائن بمعناه الحقيقي. وكان ينظر إلى الأوسية الإلهي بكونه يحوي ضمنا العلاقات الأقنومية في داخله، أي أن الأوسية اللي هي الجوهر الإلهي له مدلول شخصي. ومن هنا استخدم القديس أثناسيوس مصطلح أي اللغس الذي في الأوسية والله له أوسية واحد وطبيعة واحدة اللي هي الفيزيس، وهي الطبيعة الخاصة بهذا الأوسية. الأوسية والفيزيس مترادفين. وكان القديس أثناسيوس يقول إن اللاهوت بكامله هو في الإب وفي الروح القدس كما هو في الآب، ولذلك الثلاثة هم ربوبية واحدة ومبدأ واحد ورئاسة واحدة. الخلاصة بيقول قد استخدم القديس أثناسيوس مصطلح أوسية في رسالته إلى باكتيتوس للدلالة على الحقيقة العامة المجردة للجنس البشري اللي احنا عرفناه قبل كده. أما بنقول كلنا جوهر واحد أو كلنا طبيعة إيه واحدة، فالجوهر أو الطبيعة بيعبر عن ما يشترك فيه المجموعة اللي هي من نفس النوع او الصنف او الجنس. اما بالنسبة للمصطلح هيبوستاسيس فينقسم في تحليله اللغوي الى هيبو اي تحت
واستاسيس أي قائم، فيعني بذلك الذي يقوم تحت الشيء أو الأساس الذي يتوقف عليه الشيء. وبهذا المدلول يقترب مفهوم الهيبوسس من مفهوم الأوسية في معناه اللغوي، وقد يكون هذا التشابه هو السبب في استخدام المصطلحين بالتبادل في الفلسفة اليونانية. وقد بدأ التمييز بين المصطلحين منذ مجمع الإسكندرية عام 362 حتى أصبح الأوسية يفيد المعنى الذي ذكرناه سابقا، أما الهيبوستاسيس فأصبح يعني كيان شخصي أساسي متميز في داخل جوهر الإلهي، أي أن الثلاثة الهيبوستاسيس الإلهية لها وجود شخصي حقيقي في تلازم وتواجد واحتواء متبادل في جوهر الله الواحد. وكان الفكر اللاهوتي الأسكندري هو أول من بدأ في التمييز في المعنى بين الأوسية والهيبوستاسيس، ابتداء من أوريجانوس ثم ديونوسيوس الإسكندري وديديموس الضرير. لكن هذا النضج في التفريق بين مدلولي المصطلحين لم يكن قد وصل إلى نفس المستوى خارج الإسكندرية، إذ بقي مفهوم الهيبوستاسيس لا يخرج عن مفهوم الأوسية في أبسط معانيه، وظل الحال على ما هو عليه إلى أن جاء مجمع الإسكندرية سنة 362 وأعلن القديس أثناسيوس للعالم إمكانية التفريق بين مصطلحي أوسية وهيبوستاسيس، وأنه يصح أخذ مصطلح هيبوستاسيس بمعنى الكيان الشخصي المتميز في جوهر الله. ومع مرور الوقت اتفق العالم شرقا وغربا على الأخذ بلاهوت الإسكندرية الرصين. يعني أول من حدد المصطلحات دي كان في الإسكندرية، وثبت واستقر هذا الأمر موجود. إذا انتقلنا بقى لمصطلح فيسس اللي هو الطبيعة، فيدل على الخصائص الجوهرية التي تميز أو تشكل شيئا ما ليكون هذا الشيء وليس أي شيء آخر، أي أن الفيسس الطبيعة هي التي تميز الأوسية نوعا ما من الكائنات عن أوسية آخر. عشان كده اللي بيستخدمه بالتبادل ممكن الأوسية الجوهر والطبيعة ممكن في ترادف فيهم. أما بالنسبة لمصطلح بروسوبون، وده أبائنا الحقيقة ما بيستخدموش كتير غير نادرا، نسطور هو اللي استخدمه في العقيدة بتاعته أكتر، فهو في أصله اللغوي يعني ينظر نحو ويشير إلى القناع الذي يلبسه الممثل ليمثل شخصية أو الدور اللي بيقوم بيه في التمثيل. يعني واحد بيدور بيقوم بشخصية يقوله بروسوبون، واحد له شخصية اعتبارية قانونية دي بروسوبون، زي بتوع القانون يقولوا في ده شخصية ايه اعتبارية وشخصية طبيعية، الاعتبارية دي تعتبر ايه بروسوبون، او بمعنى وجه او قناع. احيانا كان بيستخدم للتعبير عن الأقانيم، ولكن عندما استخدم سابيليوس هذا المصطلح بمعنى الحالة اعتبر ان الثلث هو ثلاث حالات لأقنوم واحد، اضطر الآباء الى الابتعاد عن استخدام هذا المصطلح للتعبير عن الأقاديم واستخدموا مصطلح هيبوستاسيس بدلا منه. ده بالنسبة لمين؟ للبابا أثناسيوس، واللي في عهده استقر الوضع الفرق بين الأوسية والهيبوستاسيس. دي حاجة ودي حاجة، المعاني واضحة عند أبائنا خلاص. بشهادة مين؟ العلماء الخلقدونيون أنفسهم. نشوف الآباء الكبدوك، ودول كانوا قريبين قوي من أبائنا، لأن قلنا قبل كده ليه فكر الآباء الكبدوك
قريب قوي من اباء اسكندريه. ليه؟ نعم، لا اللي عارف يرفع ايده ويقول. طب قول يا اللي هناك انت. نعم، يعني اللي اسس المدرسه اللاهوتيه هناك في قيصريه الكبادوك كان العلامه اوريجانوس، وطبعا هو مدرسه اسكندريه. شوفوا بقى تعريفات الاباء الكبادوك ايه. خلي بالكو واحنا ماشيين في التعريفات كده هتلاقوا التعريفات بالنسبه لاباء الكنيسه الارثوذكسيه تعبيرات بسيطه ومفهومه، ما فيهاش جانب فلسفي كتير قوي، منطقيه. فالقديس باسيليوس من الاباء الكبادوك فرق بين جوهر واقنوم. قال ايه بقى؟ اعطى الانسان كمثل. المشترك بين افراد البشر هو الطبيعه البشريه او الجوهر، الخاص هو الاشخاص. يعني كلنا نقول جوهر واحد او طبيعه واحده، لكن مش كلنا شخص واحد، كل واحد. والشخص هنا نقصد بيه الاقنوميه الاكتر، يعني عشان خلينا في الاقنوم مش هنجيب كلمه شخص، لان احيانا بروسوبون يترجم لشخص برضه. يقول الخاص هو الاشخاص المشترك في جوهر، الخاص هو الاقنوم. زي ايه؟ يعني كلنا جوهر واحد، طبيعه واحده، ما نختلفش عن بعض في الجوهر او الطبيعه، لان ممكن نختلف في الاقنوميه. بطرس، سلوانس هم اشخاص. باسيليوس طلب باسيليوس بنقل هذا التفريق الى الثالوث القدوس. الالوها جوهرهم، الجوهر الالهي واحد. الاقانيم في الثالوث هم الاب والابن والروح القدس. يعني اذا جه اتكلمنا عن جوهر الله وطبيعه الله فهو جوهر واحد بسيط في ثلاث اقانيم، الاب والابن والروح القدس. خاصة الاب اللي هي الابوة، والابن البنوة والولادة، والروح القدس المنبثق. بخلاف الثلاث خواص دول هم كلهم لهم الجوهر الالهي الواحد. طيب بالنسبة للطبيعة البشرية او الجوهر البشري، كم جوهر او كم طبيعة؟ ها؟ طبيعة واحدة. طيب بالنسبة لطبيعة الله ليهم كم اقنوم الطبيعة دهيت؟ ثلاثة. طب الطبيعة البشرية فيها كم اقنوم؟ نعم، بعدد البشر كلهم. خلي بالكو الكلام اللي انا بقوله دوت هنحتاجه بعد شوية، لان هندخل في مشكلة اخرى مش هسبق اقول لكم عليها، بس اما تكونوا فاهمين الحاجات دي هتفهموها لوحدكم لما نيجي عندها. فأزبيرو جبور بقى ده اللي هو في كتاب سر التدبير الالهي يقول: فمنذ صالح أثناسيوس الشرق والغرب في مجمع الإسكندرية بلياقاته ومرونته وسحر شخصيته وبروز باسيليوس في الساحة، هب نسيم جديد على الكنيسة. فاعتبر غرغوريوس اللاهوتي المعركة على الألفاظ بين الشرق والغرب معركة تافهة ما دام المعنى واحد للفظتي شخص وأقنوم. خلاص اتعرفت المعاني فما بقاش في ايه يعني مشكلة. برضو الباسيليوس بنقرر ونؤكد مفهومه للجوهر او الطبيعة والاقنوم ايه. في رسالة من باسيليوس لاخيه غرغوريوس، الرسالة رقم 38، يقول باسيليوس الكبير كتب الى اخيه غرغوريوس النيسس رسالة يشرح
فيها له الفرق بين لفظتي جوهر وأقنوم، فجعل الأقنوم شبيها بقولنا شخص بطرس شخص بولس، وجعل الجوهر شبيها بقولنا الطبيعة البشرية الواحدة. وأضاف إلى هذا التشبيه ضعيف إن الفرق بين اللفظتين هو الفرق بين الخاص والعام، يعني الطبيعة والجوهر ده حاجة عامة، لكن لما هبدأ حد تتفرد ويبقى لها كيان ملموس بقت أقنوم. فالجوهر ده حاجة عامة معنوية والأقنوم فردي ملموس. فقال الأقطاب إن جوهر الثالوث واحد وأقانيمه ثلاثة. لفظة أقنوم سريانية وهي ترجمة للفظة هيبوستاسيس اليونانية، استعمل اللاتين لفظة شخص بروسونا، ترجمتها اليونانية تعطي مفهوما آخر. اتفق اللاتين واليونان على المعنى وجعلوا لفظة شخص مرادفة للفظة أقنوم، وقالوا صراحة بأن وحدة الجوهر تتنافى مع تعدد الآلهة، فالشرك يقوم على تعدد الجواهر، لأن تعدد الآلهة يعني تعدد الجوهر. الجواهر الإلوهة واحدة والإلوهة هي الجوهر، ويقول أيضا في موقع آخر باسيليوس فرق بين جوهر وأقنوم، أعطى الإنسان كمثل المشترك بين أفراد البشر هو الطبيعة البشرية، الخاص هو الأشخاص، المشترك هو الجوهر، الخاص هو أقنوم بطرس بولس سلوانس هم أشخاص، وطالب باسيليوس بنقل هذا التفريق إلى الثالوث القدوس. معلش يا جماعة أنا بجيب شهادات نفس المعنى واحد لكن بنصوص مختلفة عشان نبين قد ايه الفكر كان راسخ عند الاباء. يقول هنا برز دور الاباء الكبدوكيين في التفريق بين الجوهر الواحد المشترك بين الاب والابن والروح القدس وبين اشخاص الثالوث، فعلم الكبدوكيون ما نؤمن به حتى اليوم، وهو ان الالوهية واحدة قائمة بتمامها في الاب والابن والروح القدس بدون أن تكون منقسمة بينهم أو مركبة أو متعددة. وأطلقوا على الجوهر الواحد اسم أوسية أو فيسس اللي هي الطبيعة، وعلى القوام الشخصي اسم أقنوم. الحكاية بدأت تبقى سهلة علينا، يعني الحكاية بقت سلسة ومعروفة إيه الفرق بين دي ودي. مصدر آخر، احنا ما زلنا في الاباء الكبدوكي، الطبيعه مشتركه بين افراد الجنس ولو نظريا، اما الاقنوم فخاص بصاحبه ولا ينتقل الى الغير ولا يشترك معه الغير في خواصه الاقنوميه المميزه. وقد شرح باسيليوس العلاقه والفرق بين الاقنوم والجوهر، واعطى مثلا الانسان وافراد الناس بطرس بولس سلوانس، فالإنسان عام قابل أن ينطبق على عدد لا يحصى من أفراد البشر. ده حسب تعريفاتنا لما قلناها لكم، يعني أن الأقانيم تمس البشر كلهم. أما بطرس وبولس وسلوانس فخاص، فلابد من علامة تمييز نستطيع بواسطتها أن نفهم لا الإنسان بصورة عامة بل بطرس أو يوحنا بصورة خاصة. فبطرس ويوحنا خاص فلا امتداد إذن إلى ما هو عام في الطبيعة. فإذا أردنا تحقيقا عن جوهر البشرية فلنعطي في أمر بطرس تعريفا للجوهر وتعريفا آخر في أمر بولس وتعريفا ثالثا في سلوانس. فالكلمات نفسها تستعمل في الحالات الثلاث لأن لهم جوهر واحد، يعني مش هقول كل واحد جوهر سماته إيه، لا ده كله جوهر واحد، زي ما قلنا زمان ببساطة زي ما بيدرسوا مثلا في كلية الطب ما يخص الجسم البشري ويخص أي إنسان أيا كان، لأن نفس التركيبة ونفس الصفات. ولكن بعد أن يعرف المحقق ما هو مشترك ويلتفت إلى الخواص الفارقة التي بواسطتها يميز الواحد من الآخر،
فلا يتقابل تعريف كل منهما مع تعريف الآخر في جميع المميزات، وإن وجد اتفاق في بعض النقاط فما يقال بصورة خاصة وذاتية يشار إليه باسم أقنوم. يعني إيه؟ يعني لو قلنا أبونا فريج وأبونا أنطونيوس ليهم جسد، ليهم روح، وجسدهم عبارة عن عينين ومناخير وفم وغيره، دي كلها تعتبر صفات ايه؟ جوهرية طبيعية. لكن لما اتكلم بقى على الحاجات اللي بتميزهم هما الاتنين، ما الاتنين نفس التركيبة من التركيب الجسدي، لكن اقول لا، ده في واحد اسمر من التاني شوية، في واحد طويل واحد قصير، في واحد صوته كذا والتاني صوته كذا، في واحد يعني ايه طبعه حامي والتاني طبعه ايه، وهكذا. حاجات تميز الصفات الروحية والجسمية لكل واحد، الشخصية دي كلها صفات أقنومية، لكن الحاجات التانية العامة دي تبقى صفات ايه؟ جوهرية. يبقى اي حاجة عامة تبقى جوهر، اي حاجة خاصة تبقى ايه؟ صفات اقنومية. ويتابع باسيليوس في الرسالة نفسها استنباط المميزات والخواص الذاتية والصفات والظروف التي تحدد الطابع الفردي للانسان وتفصله عن الفكرة العامة والمشتركة، ولا تدخل في تحديد الطبيعة. ثم يقول انقل الى العقائد الالهية نمط التفريق نفسه الذي تقر في حالة الجوهر والاقنوم في المسائل البشرية، فلا تنحو نحوا ضالا. فهناك ما هو مشترك في الثالوث وما هو مميز، فالمشترك يعود للجوهر والاقنوم هو العلامة الفارقة المميزة. يعني في اللاهوت أما نقول الله غير المحوي، غير المرئي، غير المفحوظ، دي كلها صفات ايه؟ جوهرية غير محدود. دي انا بصف مين؟ اللاهوت نفسه جوهر الله. لكن لما نقول الابوة الابن دي صفة اقنومية، المولود مين المولود؟ المنبثق، يبقى الروح القدس. يبقى كل صفات الإلوهة تخص الكل، لكن كل أقنوم يخص الصفة اللي تميزه فقط. في الرسالة رقم 236 قال إن التمييز بين الجوهر الأوسية والأقنوم هو عين ما بين العام والخاص، كما هو مثلا بين الحيوان والإنسان الخاص. فإن لم يكن لنا إدراك متميز للخواص الفارقة أي الأبوة والبنوة والتقديس، ولكن ألفنا مفهوما عن الله من فكرة الوجود العامة، فلا نستطيع أن نعطي تقريرا سليما عن إيماننا. فعلينا إذن أن نعترف بالإيمان بإضافة الخاص إلى المشترك، فالإلوهة مشترك، الأبوة خاص. فعلينا إذن أن نمزج الاثنين ونقول أؤمن بالإله الآب، أؤمن بالإله الابن، هو إله واحد يعني. وهكذا نجد حماية مرضية للوحدة باعترافنا بألوهة واحدة، بينما في تمييز الخواص الفردية الملاحظة في كل واحد من الأقانيم يوجد الاعتراف بالخواص الخاصة بالأقنوم. احنا هنا عمالين بندي أمثلة لطبيعة البشر وطبيعة مين؟ طبيعة الله. ما زلنا في تعريفات الآباء الكبادوك. احنا خلصنا البابا أثناسيوس، انا ماشي تاريخيا، مين قبل التاني؟ بدينا بأثناسيوس. قد شرح باسيليوس الكبير العلاقة والفرق بين الأقنوم والجوهر في رسالة بعث به إلى أخيه، وفي كتابه ضد إفنوميوس، فأعطى مثلا للإنسان. الإنسان عام قابل أن ينطبق على عدد لا يحصى من أفراد البشر، أما بطرس وبولس وسلوانس فخاص، فلابد من علامة تمييز نستطيع بواسطها بصورة عامة. لكن أما يكون بصورة خاصة بطرس ويوحنا ده بصورة خاصة بنميزهم يعني، فبطرس ويوحنا خاص
فلا امتداد إذن إلى ما هو عام في الطبيعة. فإذا أردنا تحقيقا عن جوهر البشرية فلا نعطي في أمر بطرس تعريفا للجوهر وتعريفا آخر في بولس وهكذا، يعني نفس المعنى قلناه قبل كده. في برضو بيقول فهناك ما هو مشترك في الثالوث وما هو مميز، فالمشترك يعود للجوهر والأقنوم هو العلامة الفارقة، ودي شرحناها. وبيقول إن الخاصيات كمميزات وأشكال ملاحظة في الجوهر تقيم تمييزا فيما هو مشترك بفضل المميزات التي تجعلها خصوصية، ولكنها لا تحطم مساواة الطبيعة. مثلا الألوهة مشتركة، لكن الأبوة والبنوة هما خاصتان مش مشتركين. البنوة دي خاصة بالابن بس، والأبوة خاصة بمين؟ بالأب بس، أي الولادة وعدم الولادة. في حاجات تاني كتيرة للقديس باسيليوس مش هتخرج عن نفس الايه المعنى، بس انا بجيب تكرار يعني حاجات عديدة للتأكيد. ننقل لغرغوريوس اللاهوتي. في العظة رقم 16 يقول اما غرغوريوس اللاهوتي فقال يعبدون الاب والابن والروح القدس الإله الواحدة، الله الاب والله الابن والله الروح القدس طبيعة واحدة في ثلاث خواص عاقلة تامة قائمة بذاتها متميزة بالعدد ولكن غير متميزة بالالوهة. ولما علق على قول الرب لموسى انه هو الكائن قال ان الله يجمع ويحوي في ذاته كل الكائن، اذ ليس له ابتداء في الماضي او نهاية في المستقبل، متعاليا عن كل مفهوم زمن وطبيعة. يقول إن ما هو مشترك وعام يسند إلى الخصوصيات المتضمنة فيه، يعني الحاجات العامة كل واحد خاص بيحويها برضه متضمنة فيه زي التكوين الطبيعي. ومن ثم فإن الجوهر شيء مشترك بما أنه نوع، بينما الأقنوم هو خاص، وهو خاص لكما لو كان له جزء من الطبيعة وليس له الباقي منها، بل هو خاص بمعنى عددي بما أنه فردي. في موقع آخر يقول لذلك لا تختلف الأقانيم بعضها عن بعض في الجوهر، بل في الأعراض التي هي في الحقيقة الخواص المميزة، ولكن المميزة للأقنوم لا للطبيعة، فإنها في الحقيقة أي الخواص تحدد الأقنوم كجوهر مع أعراض، حتى أن الأقنوم يحوي معنى العام والخاص وله وجود مستقل، بينما ليس للجوهر وجود مستقل بل يتأمل في الأقانيم. يعني الأقنوم بيحوي كل الصفات الجوهر، أو يعني مع الصفة المميزة لفرديته. وفي موقع آخر الأقانيم متحدون دون اختلاط ومتميزون دون انقسام. وأعلم أن النظر بالفعل غير النظر بالنطق والفكر، وعليه يتضح لنا تمييز الأفراد بالفعل في جميع المخلوقات، لأن بطرس يبدو منفصلا بالفعل عن بولس. أما ما هو فيهما مشترك ومتجانس وواحد فلسنا نشاهده إلا بالمنطق والتفكير، فنفكر في عقلنا أن بطرس وبولس من طبيعة هي نفسها وأن لهما طبيعة مشتركة، فكل منهما حيوان ناطق ومائت، وكل منهما تحيي جسد نفس ناطقة وعاقلة. أما الطبيعة المشتركة فتشاهد بالعقل، لأن الأفراد ليسوا بعضهم في بعض، ولكل فرد فيما يختص به نفور من غيره، أي يبتعد بذاته في الكثير مما يميزه عن غيره، فهم ينفصلون في المكان ويختلفون في الزمان. ممكن نقول واحد أكبر من التاني مثلا،
وينقسمون في الرأي والقوة والشكل، أي الهيئة والبنية والطبع والحجم والسيرة وسائر الميزات الخاصة. عشان كده لما نقول الفعل والمشيئة ده من الصفات الطبيعية ولا الأقنومية؟ لما يقولوا في خلق دنيا طبيعتين وفعلين ومشيئتين، ده معناته ايه؟ أقنومين، ويرجع يقولوا أقنوم واحد ازاي؟ دي مشكلة كبيرة هنتعرض لها بعدين. عملوا لها تفسيرة فلسفية، والواقع بعملية تجريد عقلي نقول أن البشر طبيعة واحدة في الواقع، كل فرد يملكها في ذاته دون تداخل في الآخرين، الأفراد عوالم منفصلة في الثالوث، الطبيعة واحدة بتمامها في الآب وبتمامها في الابن وبتمامها في الروح القدس، وكل منهم موجود في الآخرين دون امتزاج أو اختلاط. في حتة تاني يقول لسنا نقول باختلاف في الإرادة أو الرأي أو الفعل أو القوة أو أي شيء آخر، الأمر الذي يحدث فينا نحن البشر الانقسام الفعلي في كل شيء، كأني بتكلم على أقانيم يعني. الخلاصة الآباء الكبادوقيون اعتبروا أن علاقة الأسية بالهيبوستاسس هي مثل علاقة العمومي أو المشترك بالخصوصي أو المميز. صعبة دي، الجوهر أو الطبيعة عام والأقنوم إيه؟ خاص. كده تطرقنا للبابا أثناسيوس والآباء الإيه؟ الكبادوق. هننقل على القديس كيرلس عمود الدين، جه بعديهم، ليكون غير ولا حاجة فكره ونشوف ماشي إزاي، عشان لما حد يفسره بطريقة تاني بعد كده نقول له إذا كان صاحب الشأن قال كده. هندخل في مين؟ القديس كيرلس. فبنقول إيه؟ ده تعليقي أنا. نجد أن مفهوم وتعريف الآباء على مر العصور للجوهر والأقنوم لم يكن فيه اختلاف، سواء القديس أثناسيوس أو كيرلس أو باسيليوس أو ساويرس، وكذلك أباء القرون الوسطى اللي احنا لسه هنيجي نجيب سيرتهم. كما أننا نلاحظ أن مفهوم هذه المصطلحات لم يكن نقطة خلاف مع البابا كيرلس ونسطور، ولكن الخلاف كان في عن مفهوم الاتحاد نفسه بين اللاهوت والناسوت. حتى لما نسطور جه ما كانش الخلاف بينه وبين البابا كيرلس عن المصطلحات، الخلاف في اتحاد ولا لا. بابا كيرلس يقول في اتحاد طبيعي، اتحاد اقنومي، نسطور يقول في مصاحبة او مرافقة. بالنسبة لتعريف الجوهر والأقنوم والفرق بينهما، يشرح القديس كيرلس ويقول، خلي بالكم بقى من القديس كيرلس لأن ده بقى الطب في الآباء بالنسبة لسر التجسد الإلهي، يقول نعم هناك فارق كبير بين الاثنين، وذلك لأن الجوهر يحتوي على كل الصفات، فالجوهر هو حقيقة مشتركة بين الأقنوم، بينما الأقنوم يطلق على الأقانيم المشتركة في هذا الجوهر الواحد. انتبه أشرح لك ذلك، ده القديس كيرلس مش أنا اللي بيقول كده. نحن نعرف الإنسان بأنه حي وناطق وفاني، وهذا هو المفهوم المناسب له، ونحن نقول أن هذا يعبر عن جوهره، وهذا التعريف ينطبق على كل الأفراد فردا فردا. وهنا يجد توما ومرقس وبولس مكانهم الصحيح حسب اعتقادي، وهكذا نحدد الجوهر،
ولكننا لا نحدد بعد ماهية الأشخاص الذين نتكلم عنهم بشكل دقيق. فحينما نقول إنسان بشكل عام فهو ليس بطرس ولا بولس، وحينما نقول توما وبطرس فنحن لا نخرج من حدود ما نسميه بالجوهر الواحد، وهذا لا يقلل من كل منهم كإنسان، فقد أظهرناه موجودا بأقنومه الخاص. يعني ممكن نتكلم عنهم كأنهم جوهر واحد، وممكن نتكلم جوهر إنه كل واحد منهم جوهر خاص يحمل سمات الجوهر بصفة عامة مع ما يخصه بصفة خاصة. دي قالها في كتاب حوار حول الثالوث للقديس كيرلس. في نفس الكتاب في موقع آخر يقول، مين اللي بيقول؟ بابا كيرلس. وأعود إلى الوراء قليلا لأكلمهم عن الوحدة كما نحياها نحن البشر فيما بيننا. إنها وحدة بالإيمان كما يتفق على ذلك الجميع، التي تقربنا من بعضنا، وليس هناك اختلاف في الجوهر يمكن أن يفرق بيننا، حتى ولو كان لكل واحد فينا أقنومه الخاص، فنحن جميعا في الجوهر واحد، الإنسان الواحد، نحن الذين ننتسب للبشرية، نحن نرتبط أولا بعضنا ببعض ارتباطا وثيقا، وذلك برباط طبيعتنا الواحدة. شوفوا هنا بيتكلم على الطبيعة والجوهر كمترادفات يعني. وفي نفس الوقت مرتبطون ومتحدون بطريقة أخرى، فكل منا له أقنومه الخاص، فالواحد بطرس والآخر يوحنا وواحد توما والآخر متى. بنميزهم ازاي بقى في الأقنوم؟ بسماتهم الأقنومية. وحول سؤال، خلي بالكم من الحتة ديت بقى، سؤال وجه إلى القديس كيرلس عن التشابه بين اتحاد البشر في الجوهر واتحاد الآب والابن في الجوهر، لأن هنا بنتكلم على جوهر إنساني وجوهر ايه؟ الهي. فيقول ايه؟ اذا كنا نقبل ان نقول ان الابن متحدا بالاب تماما مثل اتحادنا نحن ببعضنا البعض، ام ان وحدة الابن بالاب اسمى من وحدة البشر؟ ده السؤال. يرد القديس كيرلس ويقول ايه؟ بيقول القديس كيرلس: الابن متحد بالاب مثلنا وفي نفس الوقت اسمى منا، فالكل متفقون على انه واحد في الجوهر، هومو اوسيوس، مع ذاك الذي ولده لانه ابنه الحقيقي، ولكن وحدتهما طبيعيه ولا يمكن ان تتعرض الاقانيم لاي تغيير كما يظن البعض، بحيث أن نفس الأقنوم يكون أبا وابنا، ولكن كل أقنوم قائم بذاته ويمتلك وجودا خاصا به، ووحدة الجوهر هي التي تعرف وحدة الأقانيم معا. فالسؤال بيقول: أتريد أن تقول أن الابن بجوهره الذاتي بجانب جوهر الآب؟ القديس كيرلس بيرد عليه يقول له: ليس بجوهر آخر غير جوهره كإله، ولكن بأقنومه الخاص كابن. هم جوهر واحد لكن بأقنومه الايه؟ الخاص. ويشرح بعد ذلك: وبقولنا واعترافنا بأن الابن هو مؤسيس مع الاب، نقر ايضا
أن له أقنومه الخاص، وهذا معناه أنهما متحدان ومتميزان في نفس الوقت، وهكذا نصل من الوحدة إلى تمايز الأقانيم ووحدة الجوهر في كل شيء، والوحدة والمساواة القائمة بين الآب والابن تتعدى تمايز الأقانيم في الآب والابن وتقدمها بشكل غير منقسم، ولا نستطيع أن ننزع عن كل أقنوم ما هو خاص به، وذلك لأن الواحد آب وليس ابنا، والابن ابن وليس أبا. اللي قلته لكم لقيت أنا كاتبه هنا، قول مما يقدر الإشارة إليه في الفرق بين الإنسان والله في وحدة الطبيعة، فإن الطبيعة البشرية واحدة في النوع، ولكنها ليست وحيدة بمعنى أنها متفردة في أقانيم كثيرة بعدد البشر. أما الطبيعة اللاهوتية فهي بسيطة، ومن ثم فهي واحدة ووحيدة أيضا حتى وإن كان هناك ثلاث أقانيم. لذلك يقول القديس كيرلس أن الابن متحد بالآب مثلنا وفي نفس الوقت أسمى منا. ويشرح القديس كيرلس في موضع آخر الفرق بين الجوهر أو الطبيعة والأقنوم للاهوت، فيقول: إذن خصوصيات كل أقنوم هي ما يعود إليه وإليه فقط، بينما عموميات اللاهوت تقال عن الاثنين، وفي العموميات تندرج كل الكرامات التي للطبيعة، ولكن الخصوصيات تحدد من ناحية الذي ولد ومن ناحية أخرى المولود، أي الآب والابن. فهنا تعريف المصطلحات هي بس بيتكلم عنها في حالة اللاهوت وفي حالة ما بنتكلم عن الناسوت. برضو احنا ما زلنا في القديس كيرلس التعريف وتعريفاته. يوصف القديس كيرلس، كان القديس كيرلس السكندري بالحقيقة هو ختم الآباء، لأنه جمع في تعليمه كل غنى التراث الآباء السابق له، بل أفضل ما قدمه الآباء الذين أتوا قبله، وقد وصل الفكر اللاهوتي على يديه إلى كمال نضجه. وبالنسبة لمعاني المصطلحات اللاهوتية، كان القديس كيرلس حذقا في استخدام مدلول تلك المصطلحات، حيث تحدث عن الفرق بين الأسية والهيبوستاسس بكونه مثل الفرق بين العام والخاص، إلا أن هذا كان فقط لشرح مفهوم الاختلاف الأساسي بين مدلولي المصطلحين، ولكنه لم يخرج عن الشرح السكندري لمدلول الأسية الإلهي الذي يحوي العلاقات الهيبوستاسية. وقد تبنى القديس كيرلس مثل القديس أثناسيوس مفهوم هوموأوسيوس، أي الوحدانية في ذات الجوهر، وليس أقنوم الآب كأساس لشرح وحدانية الثالوث. فنجد يقول في الحوار الأول حول الثالوث: فالجوهر هو حقيقة مشتركة بين الأقنوم، ويطلق على الأقانيم المشتركة في هذا الجوهر، والوحدانية في ذات الجوهر هوموأوسيوس تتعدى تمايز الأقانيم في الآب والابن وتقدمهما بشكل موحد غير منقسم، ولا نستطيع أن ننزع عن كل أقنوم ما هو خاص به، أي أنه من حيث التفريق الأساسي أظهر أن الأوسية هو الحقيقة الجوهرية، في حين أن الهيبوستاسس هو الواقع الخاص المتمايز. ولكن عند الحديث عن الله أخذ القديس كيرلس السكندري تعليم القديس غرغوريوس النزيانزي عن ثلاثة الهيبوستاسس الإلهية بكونها علاقات ديناميكية كائنة على الدوام في أوسية الله الواحد، وضمه مع تعليم القديس أثناسيوس عن السكنة المتبادلة للأقانيم الثلاثة، ليقدم مفهومه العميق عن التواجد والاحتواء المتبادل لثلاثة الهيبوستاسس في داخل الأوسية الإلهي. شوفوا هنا الآباء شبهوا الأقانيم في اللاهوت إيه؟ كما تبنى القديس كيرلس مفهوم القديس أثناسيوس والقديس أبيفانيوس عن وحدة المبدأ، ليس بكونها في أقنوم الآب وحده، ولكن بكونها كائنة في الثالوث، وحدة في ثالوث وثالوث في وحدة. وما زلنا نتحدث عن تعريفات مين؟ البابا كيرلس.
يقول: حتى ما نستطيع أن نفهم خلفية الجدال الخريستولوجي وقت مجمع أفسس، ينبغي أن ندرك أن القديس كيرلس السكنداري كان ينظر إلى الأوسية بمعنى الحقيقة العامة المجردة لنوع ما من الكائنات، والذي يتضمن الخصائص الطبيعية التي تميز هذا الأوسية عن أي أوسية آخر. أما الهيبوستاسس فهو الأوسية عندما يتخصص أو يتفرد فينشأ واقع خاص محدد أو حقيقة خاصة، الذي هو الهيبوستاسس. وبالتالي فلا يكون للأوسية وجود فعلي في عالم الزمان والمكان إلا إذا تخصص فأصبح كيان محدد واقعي، أي في حالة الهيبوستاسس. فالأوسية البشري هو الحقيقة العامة المجردة لكل الجنس البشري بما لها من خصائص طبيعة تميزه عن أي جنس آخر، ولكن هذا الأوسية ليس له وجود إلا حينما يتخصص ويتفرد بكل خواصه في كائن محدد مثل بطرس أو يوحنا، وهذا هو الهيبوستاسيس. فالهيبوستاسيس هو الحالة المخصصة المحددة الواقعية في الزمان والمكان للأوسية العامة المجردة. ووفقا لذلك فإن مصطلح فيزيس أو الطبيعة، والذي يعني الخصائص الداخلية التي تميز نوع ما، فيمكن أن يستخدم بالمعنى العمومي أو بالمعنى الخاص، أي بمدلول الأوسية أو بمدلول الهيبوستاسيس، سواء في الحديث عن الله أو عن الإنسان. ففي خطابه الرابع ضد نستوريوس قال القديس كيرلس: إن طبيعة اللاهوت الواحدة تعرف في الثالوث القدوس والواحد في ذات الجوهر. ونجد هنا أنه استخدم مصطلح طبيعة بمدلول الأوسية، ولكن في خطابه إلى الأميرة استخدم القديس كيرلس نفس المصطلح كمرادف للهيبوستاسيس، حيث كتب: نحن نؤكد أن الكلمة خالق العالمين الذي فيه وبه يكون كل شيء، النور الحقيقي الطبيعة التي تعطي حياة للجميع، الذي هو ابنه الوحيد قد ولد من جوهر الآب بطريقة لا توصف. فاهمين الحتة ديت؟ يعني بيقول الطبيعة أحيانا تعبر عن الجوهر، وأحيانا في سياق الكلام لما بنتكلم عنها بصورة مخصصة بتشير برضو للإيه؟ للأقنوم. وعند الحديث عن الإنسان كتب القديس كيرلس في خطابه الثالث لنستوريوس أنه بسبب خطية آدم سقطت طبيعة الإنسان إلى اللعنة والموت. وهنا يشير المصطلح إلى مدلول الأوسية. طبيعة الإنسان هنا يقصد إيه؟ الطبيعة البشرية يعني. ولكن في كتابه ضد أندراوس استخدم القديس كيرلس مصطلح طبيعة كبديل للهيبوستاسيس، حيث قال: بالنظر للبروسوبن الواحد والطبيعة الواحدة، أي الهيبوستاسيس الواحد، فإننا حينما نفكر في هاتين الطبيعتين التي تركب منهما طبعين، فإن العقل يجعلهما معا ويميزه كواحد مركب وليس كمنقسم إلى اثنين. ومن هنا فإن مصطلح طبيعة حينما يستخدم بمدلول الأوسية فيقصد به الطبيعة في معناها العام، أي طبيعة هذا الأوسية التي تميزه عن غيره. وحين يستخدم بمدلول الهيبوستاسيس فيقصد به الطبيعة في واقعها المتفرد المخصص أو الهيبوستاسيسي. هنا الطبيعة لما تستخدم بالإشارة لتفرد حد فبيبقى متلازمة أنها بتبقى طبيعة وأقنوم في نفس الوقت، طبيعة وإيه؟ لكن لها أقنوم، لها أقنوم. عشان كده احنا بنقول دايما في الصوتقية الاثنين وهيبوستاسيسن أوت وفيسيسن أوت وهيبوستاسيسن أوت وبروبسوبون أوت، طبيعة واحدة وأقنوم واحد وشخص واحد. نعم يا ابونا. لا لا لا، محدد محدد يعني الفرق بين الأوسية والهيبوستاسيس والطبيعة بتأتي بمعنى الأوسية حسب السياق في الكلام، وممكن تأتي بمعنى الأقنوم، بس في هذه الحالة
حتى لو أقنوم يعني له طبيعة، لو طبيعة لها أقنوم، ما نقولش مثلا طبيعة واحدة أو أقنوم واحد، نقول طبيعة واحدة وأقنوم واحد، يعني في تلازم بيبقى، يعني زي ما تقول كل نفس، كل ذي نفس، النفس دايما لها، ما بيكون الإنسان كل جسد يعني يكونوا موجودين، مش بتنفي الأخرى، طبيعة لها أقنوم. ما أقولش أو أقنوم، لكن ممكن يكتفي بيها، بتشير للفرد وبيفهم ضمنا أنها إيه، طبيعة لها أقنومية من السياق الكلام. لا 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 ما تلغيش، بس تفهم انها متضمنة التانية بحالة التلازم، عكس اما بيقول الطبيعة اما يتكلم عنها كجوهر خلاص، لان احنا قلنا دي مترادفين. لكن لو سياق الكلام بيتكلم على طبيعة لها فرديتها وليها كأنها الملموس، ده معناته انها طبيعة واقنوم في نفس الوقت. فاحيانا زي ما بنقول كل ذي جسد، او طب ما انا ما قلتش الانسان كله، او كم نفس، ما قلناش الجسد، بس معروف ضمن ان ده يشمل ايه، يشمل ده. بالنسبة للبروسوبون برضو هنقول تعريف، بيقول كان مصطلح البروسوبون قد استخدم في بعض الاحيان كمترادف للهيبوستاسيس، ويقصد به الشخص المتميز، ولكن البروسوبون لا يعني في الحقيقة الشخص بالمعنى الكامل للمصطلح، ولكنما يدل على الناحية الخارجية للكائن، أو الوجه أو القناع أو الشكل الخارجي، ده تعبير البروسوبون، لكن أحيانا بيستخدم كمرادف للإيه؟ للهيبوستاسيس. شوف بقى الحتة اللي كنت بقولها لك يا ابونا بطرس، قالها البابا تيموساوس، قال ايه البابا تيموساوس السكندري؟ قال لا توجد طبيعة دون اقنوم لها، ولا يوجد اقنوم دون بروسوب، وان وجدت طبيعتان وجد بالضرورة ايه، بروسوبان، وبالتالي يوجد ايضا مسيحان كما نادى هؤلاء المعلمون الجدد. يعني طالما قلنا طبيعة وبنقصد بها كيان قائم وملموس، يبقى لابد ان يكون في ايه، اقنوم. هندخل بعد كده في مرحلة لاحقة للقديس كورولوس، القديس ساويروس الانطاكي، ونشوف تعريفاته. دلوقتي احنا شفنا هل اختلف لغاية دلوقتي البابا الكيرولوس عن الاباء الكبادوك عن القديس اثناسيوس؟ كله ماشي خط ايه، خط واحد، فيش اي تغيير. شوف القديس ساويرس بيقول عن الجوهر والأقنوم، وكيف فهم آباء الكنيسة هذه الكلمات المأخوذة من الكتاب الإلهي. والجوهر يتعلق بأشخاص عديدين، بينما الأقنوم لا يتعلق إلا بشخص واحد، لأن الجوهر هو أيضا دال على النوع، يمكن أن يحوي كثيرا من الأنواع، بينما تحديد الأقنوم لا يتعلق إلا بصورة واحدة، أي شخص واحد، لأنه ليس لديه أشياء متجانسة بحسب الخاصية، ويحوي ذاتا بخاصية متميزة. وبالنسبة للوجود، فقد رأينا أن أحيانا من مبدأ النوع العام مثل الجوهر، وأحيانا من مبدأ متميز ومحدد مثل الأقنوم. يعني بالنسبة للعام ده جوهر، المتميز بيبقى إيه؟ الأقنوم. بيدي مثل من الكتاب المقدس، يقول لكن إذا ما دعونا بالصدفة أيوب أو ألقانا أبو صمويل، فإن خاصية التسمية تشير إلى إنسان هذا أو ذاك وأقنومه الخاص. طالما حددنا أسماء بنشير لإيه؟ بالطبع، فعندما يسمع أحد أيوب أنه يفهم منه رجل معين، وليس كل رجل، ولكن واحد فقط من الذين هم
تحت نفس الجوهر وتحت الجنس البشري، ان التسمية الخاصة بأيوب لا تتع ذهن السامع يمتد الى امتداد الجوهر ولا الى فهم كل رجل، ولكن يحد المعرفة الى خاصية التسمية وحدود اقنوم شخص واحد. بيشرح نفس الفكرة بس بطريقة ايه اخرى، بيجيب مثل من الكتاب. فموقع اخر في كتابه ضد النحوي، والكتاب ده يعني مش منشور غير بلغات قديمة سورياني ولاتيني، فدي ترجمته ترجمة خاصة بينا. من أجل هذا كان ألقان المعروف بما قاله، بما قال أنه رجل مثل أيوب ولكنه رجل آخر، وهو بانفرادي موجود بشخصي، لأن الأقنوم يحدد في نفس الوقت شخصية الموجود والنوع ويفصله بما يميز الخصائص المتفردة والشخصية لكل الذين يشتركون معه في النوع وفي الجوهر. فإن ألقانا لا يمكن أن يفكر مثل أيوب، يبقى إذن الفكر ده من الخصائص الإيه؟ الأقنومية، لأن هذا مثل ذاك إنسان بهيئة الوجود، ولا يمكن أن يفكر أيوب مثل ألقانا، لأن كل واحد يبقى تماما في أقنومه الخاص، ولا يمكن أن يمتزج في نفس الوقت بالآخر حتى وإن كان متحدين أحدهما بالآخر بخاصية الوجود. من أجل هذا فإن الكتاب المقدس بخصوص هذين الشخصين المدعوين أيوب وألقانا يبدأ بالفصل بينهما، فأحدهم من أرض عوص والآخر من رمتايم، وبهذه الكلمة رجل حدد شخصية وشركة الوجود الواحد للآخر. ولكن بقوله شخص ما في أرض عوص وفي رمتايم، فإنه يحدد بدون اختلاط كل من الأقنومين. ده بالنسبة للبشر، الجوهر عام والأقنوم خاص، زي ما نقول أيوب وألقانا صموئيل وما إلى ذلك. وبعدين بيقول ننتقل الآن إلى الحديث عن الثالوث الأقدس غير الموضح تماما كما يبدو، إن اسم الله مشترك مع الآب والابن والروح القدس، لأن الله الآب والله الابن وأيضا الله الروح القدس. فبالطبع كما أن الله الآب بدون الزمن منذ الأزل، كذلك أيضا الابن وأيضا الروح القدس. وكما أن الله لا بداية له، وهكذا دائما الابن والروح القدس. إذن كانت الواحدة هي ألوهية الثلاثة ومساوية في الكرامة ولا اختلاف فيما بينهم. فمن الواضح إذن أن الجوهر يجب أن يفهم مثل الألوهية، لأنه مشترك فيما بينهم ويظهر في الثلاثة آب وابن والروح القدس، لا اختلاف فيما بينهم وبلا تفوق ولا نقصان الواحد عن الآخر. ولكن الأقنوم واحد للآب وآخر للابن وآخر للروح القدس، وهكذا إذا كان الكائن أبديا ومساويا في الكرامة في نفسه، وأن الجوهر ليس مختلفا، ومع ذلك فإن الكيف مختلف، لأن الآب لم يولد من أحد، لذلك فهو بالحقيقة آب، ولكن الابن منذ الأزل وإلى الأبد مولود، كما لو كان بهاء مستمد من شمس أقنوم الآب بدون انفصال، وأيضا نور عاقل من نور عاقل. والروح القدس أيضا له في ذاته في كل الأبدية الوجود مع من الآب، ولكن ليس بالولادة مثل الابن، ولكن بالانبثاق، لأن الابن من الآب بالولادة الإلهية وغير الجسدية وغير المفهومة، بحيث أن العقل لا يستطيع بحال من الأحوال أن يدركه. وهكذا أيضا الروح القدس منبثق من الآب بانبثاق إلهي بطريقة غير مفهومة وغير قابلة للشرح، ويعبر عن المساواة في الجوهر للثالوث القدوس. إنه مكتوب بالفعل أن الروح القدس هو روح الحق الذي ينبثق من الآب، ولأجل هذا فإن الكائن دون الزمن ومنذ الأزل يدل على ما هو مشترك وعلى مساواة الجوهر للثالوث الأقدس، ولكنه يدل على أن الكيف خاصية
وعدم الشركة بين الأقنوم كل واحد مع الاثنين الآخرين. وهكذا فإن الآب يبقى أنه لم يولد من أحد، وبهذه الخاصية يعرف الآب بأنه لا يرجع إلى أحد، بينما يبقى الابن مولودا من الآب سمة خاصة به فقط ولم ينبثق من الروح القدس. وبهذا فإن الابن الوحيد يظهر بحسب أقنومه الخاص، أي ولادة إلهية. فهمتوا الفكرة؟ يعني اللي هو بيشرحها بصار طريقة طويلة شوية. ننقل على الجوهر الإنساني، نمشي شوية. يقول: وبحسب المثل البسيط لألقانا وأيوب، فلكي لا يتظاهر أحد بالتواضع في التأمل في الثالوث الأقدس، لأن الأمثلة لا تصل إلى إدراك كل هذا، لأن ألقانا وأيوب يتصلان في الجوهر لأن كليهما من الجنس البشري، ولكنهما منفصلان بأقنومهما. وفي كل الأشياء الأخرى، الإرادة، الشجاعة، النشاط، المكان، الزمان، وأشياء أخرى كثيرة، إن جوهر الثالوث الأقدس ليس فقط واحد، ولكن إرادتهم وأفعالهم ومجدهم وكرامتهم الملكية وكل ما تفكر فيه لائق وطبيعي بالنسبة لله، لكي تقول ببساطة في كل ما هو مشترك وذاتي ما عدا ما هو خاص ومميز في الأقانيم. فوق كل ما قيل، فأنه من اللائق أن يتلألأ مثل النور صوت باسيليوس الحكيم في كل الأشياء الإلهية، وهذا بكلماته الخاصة. كتب إلى أنفيليكوس، ده بيتكلم على باسيليوس، بخصوص الجوهر والأقنوم. يعني شوفوا أبائنا تميزوا أن بيرجعوا للي قبليهم، عشان كده بنقول أبائنا استمروا نفس التعريف هو هو، اللي رجع له ده اللي احنا استعرناه من شوية. كتب إلى أنفيليكوس بخصوص الجوهر والأقنوم، بيقول: هناك اختلاف بين الجوهر والأقنوم، وما هو مشترك وما هو ذاتي. على سبيل المثال، ما هو مشترك وذاتي بين الحيوان والإنسان، من أجل هذا نعترف بجوهر واحد في الألوهية، لدرجة أن نرجع السبب إلى جوهر غير منقسم، ولكن الأقنوم وحيد وغير مختلط. ولكي يكون واضحا لنا فكرة الآب والابن والروح القدس، ولكن إذا لم تعتبر كل واحدة من خواصهم واضحة، أي الأبوة والبنوة والتقديس، لكن نؤمن بإله بحسب المعارف المشتركة للكائن، فلن يكون إيماننا صحيحا. إذن يجب أن نربط الخاص بالعام، وهكذا نعترف بالإيمان المشترك هو الألوهية والخاص هو الأبوة. وهكذا يجب أن نقول معا: أؤمن بالله الآب، وأن نفعل بالمثل بالمثل بالاعتراف بالابن، بربط الخاص بالعام وبالله الابن، وكذلك بالنسبة للروح القدس. ده اتكلمنا عنه فلما جينا نقول عن باسيليوس. وبيقول برضو في نفس المرجع اللي هو ضد النحوي: لتطلق هذه الأشياء بالنسبة للجوهر والأقنوم، ولكن كلمة الطبيعة بالنسبة فقط لما هو مشترك وهو دال على النوع مثل الجوهر فقط في الجنس وذات واحدة، كما أيضا الأقنوم. وأرجوك أن تقبل شهادة هذا التأكيد. القديس كورولوس الذي يتكلم على نية وعلى وجه التحديد، يمكننا أن نورد أيضا كثيرا من الشهادات مثلها في الحكمة. رجع استشهد مرة بالقديس باسيليوس، ودلوقتي بيستشهد بمين؟ بالقديس كيرلس، لأنه كتب في المجلد الرابع ضد تجديفات نستوريوس، بيقول: واحدة هي طبيعة الألوهية، ولكنها توجد خاصة بالآب والابن والروح القدس،
ثم بعد أشياء أخرى طبيعة واحدة للألوهية متضمنة في الثالوث الأقدس ذات الجوهر الواحد. وهذا أيضا بالنسبة للجوهر. الخلاصة لأن هو بنقول بيستشهد اللي قبليه، بيقول لأن كلمة طبيعة تؤخذ أحيانا للجوهر وأحيانا للمعنى الخاص أيضا بالنسبة للأقنوم. دي كلمة الإيه؟ الطبيعة، حسب المعنى سياقها في الكلام ممكن تكون نقول الطبيعة البشرية تقصد الجوهر الإيه؟ البشري، لكن لو اتكلمت بصورة محددة ممكن تشمل الأقنوم أيضا. وفي خطابي إلى أوسابيوس قدم البطريرك ساويرس تعريفا مختصرا للمصطلحين أوسية وهيبوستاسس، حيث قال إن الأوسية يدل على ما هو عام، بينما يدل الهيبوستاسس على ما هو خاص. دي الخلاصة، الأوسية يدل على ما هو عام والهيبوستاسس يدل على ما هو ايه؟ خاص. نقطة بعد كده في 9 نقول ان الأقنوم يعني شخصا محددا حينما يوجد في جوهر واحد واضح سواء كان بسيطا او مركبا. فهو بسيط مثل شخص الآب والابن والروح القدس. وسمعنا القديس كورولوس في شرح الانجيل متى لما قال ولكنها مكونة مثلما تقول عن بطرس ويوحنا أنهما كائنان من جسد وروح. دي اللي هو قلنا بسيط ومركب، دي مركبة، لكنها مركبة مثلما نقول عن بطرس أو يوحنا. فبطرس ويوحنا أنهما كائنان من جسد وروح ومتكونان بالتمام بحسب علة وجودهما، جوهر واحد يعني، سواء كان بطرس أو يوحنا يوجد في تكوينه الخاص. لقد سمعنا أيضا كلام المعلم أن بطرس لم يتكون مع يوحنا ولا أن الاثنين هما في أقنوم إنسان واحد. وهكذا، فإن الجوهر بالنسبة لنا مفهوم من كل البشرية ويحوي عدة أقانيم. على سبيل المثال أقنوم بطرس أو بولس أو يوحنا وكل الناس، ولكن بطرس ويوحنا هما أقنومان يتقاسمان نفس الجوهر، لأن كل منهما يشتركان تماما بدون نقصان في البشرية، وهو رجل يتميز بطبع خاص ومتحد بالأقانيم المتساوية. وأيضا فيما يخص الثالوث فإن الجوهر هو كل ألوهية الأقانيم الثلاث، الآب والابن والروح القدس، ولكن كل واحد من الأقانيم يشترك في مساواة الكرامة، وهو الله بالكمال، وليس له اختلاف قبلة الأقانيم المتساوية في الجوهر. يعني اتكلم مرة ادى أمثلة من البشر ومرة ايه بالنسبة للثالوث القدوس. القديس ساويرس اتعامل اكتر مع الجانب الخلقدوني عكس الاباء اللي قبله. يعني البابا كيرلس انتقل قبل خلقدونيا، البابا ديسكوروس في خلقدونيا، القديس ساويرس عاصر التطورات والتلاعبات والتأويلات اللي حصلت بعد كده. ودي أهميته بالنسبة لينا، وليه بنحطه فوق الكل، لأن بيأوله القديس كورولوس، يأوله مستفسيره ومصطلحاته. فاحنا بنستلم القديس كورولوس والقديس أثناسيوس من مين؟ من ساويرس.
فبيقول في كتاب إعادة فحص، يقول كان البطريرك ساويرس الميزة مخلصا للقديس كيرلس السكندري، وكان بالفعل هو اللاهوتي الأبرز والمدافع الأعظم عن التعليم الخريستولوجي غير الخلقدوني في القرن السادس. وقد قام القديس ساويرس بشرح معنى المصطلحات اللاهوتية في كتابه ضد النحو غير الطاقي، وفي العديد من رسائله العقائدية وكتاباته الأخرى. وكان القديس ساويرس يأخذ الأوصية الإلهي مثل القديس أثناسيوس. شوفوا المرجع إيه اللي احنا جبناه في الأول، البابا أثناسيوس، كلهم ماشيين عليه بمعنى الكائن بذاته. وقد شرح الاختلاف الأساسي بين الأوصية والهيبوستاسس بأن الأوصية يدل على ما هو عام، في حين يدل الهيبوستاسس على ما هو خاص. وبيكمل نفس الفقرة كلها لهذا المعنى عشان ما طولش عليكم. يعني في موقع آخر يقول كان القديس ساويرس قد تعامل مع معنى مصطلح فيزيس أو الطبيعة في أكثر من عمل من كتاباتي، وفي كل مرة كان يقر بأن هذا المصطلح يعني في بعض الأحيان الأوسية وفي البعض الآخر الهيبوستاسس حسب وجوده في الجملة. لكن لو جيب معنى الهيبوستاسس ده يشمل ضمنيا انه طبيعة وايه واكنون. وكان يستدل على ذلك من اقوال القديس كيرلس اللي سبق ان اشرنا اليها. بالنسبة للقديس ساويرس ايضا كان مصطلح طبيعة حين يستخدم بمدلول الأوصية فيقصد بها الطبيعة في معناها العام، وحين يستخدم بمدلول الهيبوستاسس فيقصد بها الطبيعة في واقعها المتفرد المخصص أو الهيبوستاسس، يعني هي طبيعة بس إيه بهيبوستاسس برضه. وفي كل المرات اللي استخدم فيها القديس المصطلح طبيعة ويتحدث عن أي كيان مخصص خاص ومتفرد سواء كان بسيطا أو مركبا فكان يقصد به مدلول الهيبوستاسس. أما الفرق بين مدلول مصطلحي هيبوستاسس وبروسوب عند القديس ساويرس فهو أمر دقيق للغاية، حيث كتب أن أباء الكنيسة وصفوا الهيبوستاسس بأنه البروسوبل، ومع ذلك فإن هناك فرق في المدلول بينهما، لأنه حينما يصبح الهيبوستاسس وجودا محددا خاصا سواء كان بسيطا أو مركبا فإنه يعبر عن بروسوبل متميز. وستتضح هذه النقطة أكثر من شرح القديس ساويرس للفرق بين الهيبوستاسس البسيط والمركب. الهيبوستاسس البسيط يقصد به إيه؟ اما نتكلم عن الثالوث اللاهوت المركب عن البشر. بالنسبه للنوع البسيط اشار القديس الى الثلاثه الهيبوستاسس الالهيه، فكل من الاب والابن والروح القدس هو هيبوستاسس بسيط، اما الانسان فهو هيبوستاسس مركب لانه يتكون من جسد وروح. وفي حاله الانسان فمنذ اول لحظه من تزامن وجود اوسيه الجسد او اوسيه الروح يأخذ الإنسان وجوده ككيان جسدي روحي ويسلم بروسوبن ويلتقي الإثنان أوسية معا في صورة الأوسية، لأن الأوسية بكونه هو الحقيقة العامة المجردة ليس له وجود فعلي في عالم الزمان والمكان إذا لم يصبح محددا، وكأنه منذ بداية وجودهما معا يصبحان وقعان هيبوستاسيان. ويقول قديس ساويرس ويحافظ كل من الجسد والروح اللذان يتركب منهما الإنسان على الهيبوستاسس الخاص به دون أن يختلط أي تحول أي منهما الآخر، على الرغم من ذلك فمنهم اتخذ وجودهم المحدد في الوضع المركب وليس بشكل منفصل مستقل، فلا يمكن أن يخصص بروسوب متميز لأي منهما على انفراد، فبيبقى هيبوستاسس مركب أو بروسوب مركب. زي أنا الإنسان في صفات روحية يشمل جسد وروح، فالهيبوستاسس بتاع المركب بيفرد لي ويميز لي الفردية بما يحويه هذا الجوهر المركب بالصفات الروحية والجسدية. زي يقول ده إنسان بار وده شرير، دي حاجات روحية، ده عاقل ده يعني أحمق، ما دي صفات أكنومية بس مركبة بتعبر عن الصفات الروحية والجسدية معا. الهيبوستاسس هو الكيان المحدد الناتج من تخصص أو تفرد الأوسية.
والبروسوبن هو الهيئة الخارجية أو القناع أو الشكل الخارجي. وفي موقع آخر يعبروا عن مصطلحات القديس ساويرس، كذلك يتناول ساويرس المصطلحات والعبارات الخريستولوجية الأخرى فيقول: لكن الآن أيضا سوف نأتي إلى ما هو مطلوب، وسنقول مرة أخرى أن كلمة جوهر تفيد العمومية وكلمة أقنوم تفيد الإيه؟ الخصوصية. خلي بالكوا بقى، هختم القديس ساويرس بقولين حلوين يفسر لنا حاجة كان أبونا بيسأل عنها من شوية. في إحدى رسائل القديس ساويرس بيقول: الكلمة المتجسد هو أقنوم واحد وطبيعة واحدة إيه؟ فقط. في رسالة أخرى يقول: ابقى الابن الكلمة الذي تجسد هو طبيعة واحدة وأقنوم إيه؟ واحد. أحيانا ممكن يقول الابن الكلمة الذي تجسد، هنا بيتكلم على إيه؟ كيان متفرد، هو طبيعة واحدة. طالما قال طبيعة واحدة يبقى بالتبعية وأقنوم إيه؟ واحد. لو العكس، الكلمة المتجسد قال هو أقنوم واحد يبقى وطبيعة إيه؟ واحدة. بالنسبة إحنا دلوقتي مشينا البابا أثناسيوس، الآباء الكبادوك، القديس كيرلس، القديس ساويرس، وكله بيرجع للي قبله، ماشيين على نفس الخط، محدش غير خالص، وكلهم آباء عظام. البابا أثناسيوس، البابا كيرلس، والآباء الكبادوك دول ما قبل الانشقاق، يعني دول المفروض المصدر الأساس. هنشوف مين بعد كده اللي مشي على تعليمهم ومين اللي غير تعريفاتهم. بعد عصر القديس ساويرس هندخل في العصور الوسطى بقى، في المخطوطات اللي عندنا في الأديورة. مخطوط منارة الأقداس من دير الأنبا بشوي لاهوت وعقائد يقول: والطبيعة عندنا وعندهم، أعني الخارجين، عمومية أو خصوصية، وأما الخصوصية فيقال لها أقنوم، ولذلك لا يمكن أن تكون طبيعة بدون الأقنوم. دي منارة الإقضاء الأقداس ليوحنا بن هارون اللي بيتقال عليه ابن العبري. برضو في مخطوط منارة الأقداس من مخطوطات دير الأنبا بشوي يقول: كما أنه لا نقدر أن نبين إنسانية خالية من طبيعة وأقنوم، هكذا والخلقدونيين لا يمكنهم أن يبينوا إنسانية خالية من أقنوم، وإلا يلزمكم أن تقولوا أن الرب أقنومان. بيقول للخلقدونيين ما ينفعش نقول إنسانية من غير إيه؟ أقنوم، لأن قدام شوية هنعرف أن طلعوا بتقليعة جديدة أن الطبيعة البشرية ما كانش لها إيه؟ أقنوم. لكن احنا هنا بنذكرها من خلال التعريفات لسه. برضو مخطوط في دير الأنبا بشوي منارة الأقداس يقول: فيلزم أن يكون جوهرا خاصا، أعني خصوصيا ذلك الجوهر الخاص، ليس هو غير الطبيعة والأقنوم الخاص. طالما قلنا جوهر خاص يبقى هو طبيعة وأقنوم خاص، طالما قلنا جوهر إيه؟ خاص، يبقى نقصد بيه برضو الايه؟ كلمة خاص تخليه أقنوم على طول. في مخطوطات دير السريان، مخطوط اسمه تفنيد الهرطقات لاهوت رقم 146 يقول: الأقنوم هو جوهر مفرد، اللي هو يعبر زي الجوهر هو العموميات والأقنوم هو الايه؟ الخصوصيات. برضو مخطوط دير السريان تفنيد الهرطقات
يقول عند أهل البيعة كل طبيعة جوهر، والطبيعة إما أن تكون عامة أو كل واحد، وطبيعة كل واحد تسمى شخص، ولهذا السبب ليس تحصل بالفعل إن لم تتشخص بل في العقل فقط. يعني إما عامة أو تسمى شخص إذا حصلت بالفعل بقى لها وجود فعل. يعني برضو من مخطوطات دير السرياني يقول الصورة معناها في الأجسام معنى البرصوب، البرصوب يقصد به البروسوبن، ممكن بيقولوا عليه في المخطوطات برصوب أو فرصوف. لغة المخطوطات دي أصل يعني عايزة تدريب في فكراتها ولها مصطلحاتها الخاصة. الصورة معناها في الأجسام معنى البرصوب، وعلى غير الأجسام تدل على كل خاصية واحدة من الأقانيم، مثل الآب يختص بالولادة والابن بالميلاد والروح القدس بالانبثاق. نيجي همشي 8 قبل 7 لأن همشي حسب الترتيب التاريخي. الأنبا يساب الايه؟ الأبح. يقول ايه؟ عارفينه طبعا. يقول ونسألكم أيضا عرفونا ما معنى الطبيعة، فلابد أن تقولوا الطبيعة هي الجوهر فأجيبكم ما معنى الجوهر، فلابد أن تقولوا أن الجوهر هو جنس لذاتي، والجوهر والجنس ما كان فوقه جنس وتحته جنس، وما كان يعم ويخص، وما كان منه كلي وجزئي. فأسألكم عن الطبيعة الإلهية بمن اتحدت؟ الطبيعة الإلهية بيتكلم عن الإيه؟ الطبيعة الإلهية بمن اتحدت؟ بالجوهر العام أم بالخاص؟ إن قلتم بالعام فأوجبتم أن التجسد كان بكافة الطبيعة البشرية، وإن قلتم أن الاتحاد كان بجوهر خاص من عام وذكرتم الخاصة فقد اعترفتم بالأقنوم، لأن الخاصة هي الإيه؟ الأقنوم، كقولنا في جوهر اللاهوت. وإذا كنا جوهر الإله فقد عممنا الثالوث المقدس، وإن قلنا خاصية الأبوة فقد عينا أقنوم الآب، وإن قلنا خاصية الحياة فقد عينا أقنوم الروح، لأن معنى الخواص هم الأقانيم وليس الأقنوم، يحوي طبائع، لأن الأقنوم عين خاص لا يتكسر، فبطل قولكم أن الأقنوم حاوي طبيعتين. وبيكلم الخلقدونيين عشان بيقولوا الأقنوم فيه طبيعتين. وبطل قولكم أيضا أن الطبيعة التي أخذها اللاهوت بغير أقنوم، لأن الطبيعة إن كانت عامة فهي تحوي عدة أقانيم، وإن كانت الطبيعة الخاصة من طبيعة عامة فقد تحوي أقنوما واحدا، ولا يمكن أن يقوم طبيعة بغير أقنوم. مين اللي قال إن مش ممكن يقوم طبيعة من غير أقنوم من الآباء؟ في واحد مشهور احنا جبنا شهادة احد الاباء اللي هيقولها هديله مكافأة زيادة في الاخر، البابا تيموساوس، ماشي بس هيتخصم اللخبطة. لكن صح البابا تيموساوس، لأنه حيث الأقنوم هناك طبيعة واحدة جزئية، لأن الجزء غير الكل، لأن الكل يحوي أقانيم عديدة. يقول سابعا إن قول للخصم بأن المسيح أقنوم واحد هو نفس القول بأنه طبيعة واحدة، لأن الأقنومية ليست بشيء زائد عن الطبيعة، والاختلاف بينهما يقوم بالذهن فقط. ودعوة الخصم بأننا سوت مولانا المسيح الكامل الفاعل بفهم وحرية ومشيئة تقنم بأقنوم لاهوتي
هي دعوة المغلوب على أمره الهارب من المعمعة بالفشل، لأن الأقنوم حسب قانون المنطق هو الفصل الذي يجعل جوهر زيد مخصوصا لزيد ويميزه عن جوهر عمرو. وبهذا القانون عرفنا أن ناسوت مولانا المسيح غير ناسوت صفا وبولس وابني الرعد. نيجي بعد كده في مرحلة اللي هي أبونا فيلوساوس إبراهيم اللي هو كان يعني متميز في عصره وعاش في أواخر القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20. في كتاب نفح العبير يقول إن الجوهر إما عمومي وهو ليس بأقنوم، وإما خصوصي وهو أقنوم. وبما أن ناسوت المسيح جوهر خصوصي فناسوت المسيح أقنوم، لابد أن تقع حوادث الصلب على أقنوم. فالقائل إن المسيح أقنوم إلهي محض يوجب إدخال الآلام على اللاهوت. إن الجوهر يقسم إلى عام كالجنس والنوع وإلى خاص وهو الشيء بعينه. الخاص يبقى الأقنوم، يعني الأقنوم هو جوهر مفرد ذو طبيعة ناطقة، هو ما هو قائم بذات بنفسه في الطبيعة الناطقة. هنرجع بقى لأنبا إيسوزوروس، القول اللي جاء قبل كده ليه كان مفروض يبقى مع ده. يعني يقول نقول للمؤمن في الواقع في الارتياب، لماذا يجوز أن يقال أن المسيح في طبيعتين ولم يجوز أن يقال أقنومين بل أقنوما واحدا؟ ده بيتكلم على الخلقدونيين، يقولوا في المسيح طبيعتين وما يقولوش أن أقنومين بل أقنوم واحد. فإن أجاب المؤمن قائلا بزعمه إنه باتحاد الطبيعتين قد صار الأقنوم الواحد، فهذا أيضا اعتراض لا يستحق الجواب. ومع ذلك نقول لا يخلو الأمر من أن تكون هذه الطبائع ذات أقانيم أو لا تكون. فإن كانت ذات أقانيم وباتحادها صار الأقنوم الواحد، نجيب عن ذلك قائلين إنه عند العرف العام إن معنى الأقنوم ومفهوم لفظي هو الجوهر بخاصة، فالجوهر يتقدم الأقنوم ولا يعكس ولا يعكس، يعني مش الأقنوم اللي يتقدم الجوهر يعني. فالمحال أن تصير الأقانيم واحدا دون الجواهر، لأنه إن كانت الأقانيم اتحدت مع بعضها وصارت أقنوما وكل أقنوم منها هو الجوهر بخاصة، فمن الضرورة أن تصير الجواهر واحدا لثبات سيرورة الأقانيم واحدا، لأن الأقانيم بدون جواهر لا توجد إلا عقلا، تبقى حاجة معنوية وليس في الخارج. فمن الواجب أن كنا نعترف أن الأقانيم صارت واحدا، نضطر تحت معنى أن الجوهر بخاصة هو الأقنوم أن نعترف بأن الجواهر أيضا صارت واحدا، فيكون أقنوم المسيح واحدا أي جوهرا بخاصة مركبا من أقنومين أي جوهرين بخاصتين. هنوصل بقى، دي كان أبونا فيلوساوس. طبعا الأنبا يساب الأباح ده في القرون يعني الـ17 تقريبا أو حاجة زي كده. الآباء دول كانوا في القرن الـ19 وأوائل الـ20. نصل إلى منتصف القرن الـ20 تقريبا. القمص ميخائيل مينا في كتاب علم اللاهوت، تعريف الطبيعة تطلق على ماهية الشيء أي حقيقته وذاته، فقولنا طبيعة الله أي الله ذاته. الأقنوم يطلق على قيام ذلك الشيء بذاته، أو بعبارة أوضح الأقنوم جوهر روحي شخصي لطبيعة قابلة الاشتراك بكثيرين، شأنه أن يقيمها بذاتها، بمعنى أن الأقنوم هو الذي يميز الأشخاص من بعضهم، فيميز عيسو عن إسحاق وإسحاق عن رفقة، بمعنى أن الأقنوم الطبيعة أو الجوهر عام والأقنوم إيه؟ خاص.
وبكده يبقى مررنا مرور عابر على التعريفات من أيام البابا أثناسيوس وما قبله بشوية لغاية عصرنا الحديث. هل في حد من أبائنا شذ واختلف في تعريفاته وشروحاته عن اللي قاله البابا أثناسيوس والبابا كيرلس والبابا ديسكورس والقديس ساويرس الأنطاقي والبابا تيموساوس والأنبا يوساب الأباح وكل الآباء دول؟ كما كان هكذا يكون، ماشيين على فكر الآباء. الآباء المشتركين بيننا وبين الخلق دنيين في اللي قلناهم البابا أثناسيوس والبابا كيرلس والآباء الكبدوك. أثبتنا اليوم إن آباء كنيستنا الأرثوذكسية ماشية على نفس الإيه؟ التعريفات بتاعتهم. هنكتفي اليوم بهذا القدر، إن أحيانا الرب وعشنا المرة الجاية هندخل بقى في تعريفات الخلقدنية واللي جرى فيها وماشية ازاي، وهل هي واحدة ولا يعني هوائية ولا ايه بالضبط، هل هي منطقية أبائية ولا تعتمد على فلسفة غير منطقية وواقعية. هيبان في المرة الجاية إن شاء الله. هندي فرصة للأسئلة اللي عايز يسأل.